قدم قدم وصدها احمد، وضربة جزاء يضيعها كريم صدام، ومرتدة، وعلي هادي يسجل الهدف الثاني لفريق نادي الزورة. الآن دولة ما عدا فلوس، اعطيني من عندك. انت ايش قد عندك ببيتك؟ صرفوا على الشعب. شو تريد الآن؟ اصرف على الشعب، قدم للناس وروح. حسين مو بس بكربلاء، الحسين في بيت الفقير، في مادة الفقير. من تطيق لك الحسين بارك الله بيك، انت وقفت وين الناس. انا وضعك يا رب زين دوم، شاب عندك العافية. قطاع السنة لم يستطيعوا ان ينهضوا بالثورة الصحية او الواقع الصحي او يمن مستشفى تليق بهذا البلد. هذا دليل واضح على انه من يحكم العراق لص وفاسد وساق. اهل النجف هن واخواننا وعمامنا ما لهم قيمه عندكم، هم تركوهم. احترموا علي بن ابي طالب، يغير مدينه علي بن ابي طالب. النجف المن مو في علي بن ابي طالب؟ يموت لكم احزاب اسلاميه، يموت صيحون ماكو ولي الا علي بالانتخابات، وهي مالتكم هاي؟ وينكم لعد؟ المناطق الجنوبيه والفرات الاوسط اباده جماعيه واضحه اذا ما تتحرك الدوله، ويتحملها القاده السياسيين. سائرون النصر، دولة القانون، الحكمة، الفتح. الخمسة. الإنسان السني الآن في حيرة من أمره، يصير ويا الجيش يجون داعش يطبون يكتون عليه، يصير ويا داعش يصير خائن، ما يصير ويا الثاني يصير نازح يقعد بكرفان. شو يسوون هالناس؟ مو تجي الانتخابات ويخشمروكم احنا ويا فلان، ولا حيجي ابو ريشة، ولا حيجي فلان، وفلان كسر ضلع الزهراء. لا، احنا دين واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وصلاة واحدة. هاي وصيتي شايلها بجيبها، خوف الموت ما عندي مشكلة في سبيل الناس وفي سبيل هذا الوطن. والله العظيم أقول كلمتي أمور. كلمة الحق لا يقولها إلا الشجاع.